My dear students, welcome to our session today with English for second prep with you, Mr. Tamer Zini, Russell Barr Official Language School. Now, we will start with lesson 1 and 2 from unit 11. Unit 11, العنوان بتاعنا, the future of our planet. The future of our planet. طبعا لما هنتكلم عن المستقبل بتاع الكوكب بتاعنا يبقى احنا كده هنتكلم عن الفيوتشر كجرامر. Let's start. Our objectives today, by the end of this lesson, students will be able to identify some vocab about the environment, use be going to for intention and prediction, talk about an environmental problems, solve problems, and at the end, we will write an email or a paragraph. Here we will write a paragraph. Let's start. We have solar panels. Solar panels. We have rubbish. Rubbish. The garbage. We have here mobile phones. Mobile phones. And we have wildlife. Wildlife. اللي هي الحياة البرية من حيوانات ونباتات بنسميها wildlife. Drought. جفاف. Drought. Wind turbines. اللي هي توربينات اللي هي الهواء. طبعا لما نيجي كلمة drought الأول هنا طبعا اللي بيسبب drought the climate changes اللي هي التغيرات المناخية بتسبب لنا حاجتين ممكن تسبب cause floods or flooding الفيضانات and drought اللي هو الجفاف. Wind turbines يعني لما نيجي نتكلم عن wind turbines it's a renewable source of energy. يعني مصدر متجدد للطاقة. طبعا الرياح مصدر متجدد للطاقة. Okay. Wind turbines. We have recycle. Recycle اللي احنا نعمل. طبعا المقطع ري يعني معناها again. يعني احنا نعمل اعادة تدوير للاشياء من metals, glass, paper and so on. Recycle اعادة تدوير. Here the ice is melting. بيدوب او melts. بيدوب. The roof. We put the solar panels on the roof of houses. بنحط السولار بانلز الخلايا الشمسية على الأسطح بتاعة المنازل عشان تبقى معرضة للشمس. Here we have flood. Flood قلنا اللي هو فيضان وده another reason أو another result for the climate change. Here they are going trekking. Go trekking يعني يتمشى في الجبال أو الطرق الجبلية. Go trekking. وطبعا احنا عارفين أي حاجة بتيجي مع go يبقى verb plus ing. Here we have air pollution. We have many kinds of pollution. عندنا أنواع كتيرة للتلوث. Water pollution, air pollution and so on. تلوث الهواء. Here we have sunlight. طبعا sunlight لها علاقة بالإيه؟ بالسولار بانلز تمام اللي بتتحط فين؟ فوق الروفز اوفر او اون ذا روف اوف ذا هاوس. Here we have traffic jam او traffic الحركة المرورية. Traffic اللي جاي منها كلمة traffic jam اللي هي زحمة مرورية. أي وسيلة مواصلات احنا بنركبها اللي هي احنا بنسميها المركبات باللغة العربية طبعا بنسميها vehicle. Vehicle like buses, trucks, cars, lorries, motorbikes, bikes. And so on. We have sports clothes. طبعا هنا اصله مش ماشي معاها. طبعا sports clothes اللي هي ملابس رياضية. تمام. عندنا language use. Language use. We have miss. لما نتكلم نقول miss. Miss a train يعني ما يلحقش القطر. يعني miss a bus ما يلحقش برضو الباص. ما يلحقش يركب الاتوبيس او يركب القطر. Miss a person. هنا بقى في الحالة دي يفتقد. يفتقد شعوريا شخص انما ترين وسيلة مواصلات يبقى ما يلحقش وسيلة المواصلات. Miss a lecture يعني ما يلحقش المحاضرة او يفوت المحاضرة. Miss school برضو يعدي وقت المدرسة او يفوت المدرسة او miss a lesson
او مس ذا جول بقى هنا لاعب كره القدم اقول مس ذا جول يعني ايه يضيع الايه الهدف ومس ذا تشانس يعني يضيع الايه الفرصه اوكي طيب زي ما اتكلمنا من شويه قلنا في بريفكس اللي هي ري دي معناها ايه اجين تو دو سمثينج اجين يعمل حاجه مره ثانيه اجين يعني بقول لك هنا رايت يكتب ري رايت يعني يعيد كتابه طيب دو يفعل ريدو يعيد فعل يوز يستخدم ريوز يعيد ايه استخدام سايكل يدور او هنا عندها ريسايكل يعمل اعاده ايه تدوير we have something else suggest recommend love like look forward to suggest يقترح recommend برضو كذلك ولove like حب ولook forward to يتطلع الى الكلمات اللي قدامنا دي كلها بيجي بعدها يا اما noun يا اما verb ing طبعا هنا verb ing مع ايه مع look forward to ومع suggest اشهر الافعال هي ومع ايه love ناخد كده امثله لكل واحده كده فيهم عندي مثلا قلت love I love playing music تمام هنا playing ing بعد love she suggests watching cartoons يبقى هنا بتقترح مشاهده الايه افلام الكرتونز يبقى انا suggest verb ing و I look forward to برضه بيجي بعدها verb ing او noun دي look forward to اتطلع الى I look forward to seeing you اتطلع الى ايه رؤيتك يبقى هنا suggest recommend love like look forward to plus verb ing we have some collocations like go اقول go ايه go trekking يعني اذهب للتمشيه في الطرق الجبليه مثلا again we have go swimming go to bed يذهب للايه للنوم او يذهب للسرير go دي collocations damage قول damage يدمر the environment يدمر البيئة damage the environment we have else we have also get worse يعني يبقى أسوأ get worse يصبح أسوأ هنا get معناها become okay catch طبعا احنا قلنا ان شوية miss the bus يعني ملحقش الأوتوبيس طب يلحق بقى الأوتوبيس او يركب الأوتوبيس يبقى catch the bus يعني يلحق الايه الاوتوبيس we have make لما اقول هنا make predictions يعني يعمل تنبؤات زي اللي احنا هنستخدمها كمان شويه be going to بستخدمها to make predictions نعمل ايه تنبؤات او تنبؤ او make money يعمل فلوس او يعني يشتغل عشان يجيب فلوس يعني make money we have also cause pollution يعني سبب تلوث اما يعني حاجات كتيره زي الفيكلز العربيات او وسائل الانتقال بتسبب ايه cause pollution here we have some words and definitions install put piece of equipment somewhere and make it ready to use يعني يركب او يثبت تمام reduce يعني يقلل make something become less smaller in amount or size repair يعني fix طبعا repair لها معنى تاني mend طيب fix something that is broken بنصلح حاجة عطلانة repair roof احنا قلنا اللي هو السقف the top part of building الجزء العلوي من المبنى that protects it from rain the sun and so on we have here save make something safe from the danger make things safe from a from danger يعني يجعل الاشياء امنه من الايه من المخاطر we have solar panel اللي هي solar panel equipment that changes the sunlight into electricity تحول ضوء الشمس الى ايه الى كهرباء طيب عندي هنا wind turbines اللي هي توربينات الايه الهوائيه التوربينات الهواء turbines equipment that uses the wind to make electricity اللي هي عامله زي المراوح دي بتستخدم بتضرب الهواء بتولد لنا ايه كهرباء here we have some words and opposite more the opposite of more less more اكتر less اقل healthy يس صحي unhealthy غير صحي بقول healthy food و unhealthy ايه food save يحافظ على يعني keep something
keep the environment clean. حافظ على إيه؟ على البيئة النظيفة. عكسها damage, عكس save, damage يدمر. Damage the environment, يدمر البيئة. تمام؟ زي pollution. Damage the pollution, damages the environment. Drought, قلنا جفاف, عكسها flood. Flood اللي هو إيه flood؟ فيضان. وده طبعا قلنا إن دي results, نتائج, تمام؟ للإيه؟ لل climate changes, التغيرات المناخية. Problem, مشكلة, وعكسها solution. Safe, آمن, ودينجرس, خطير. Here read some online posts from teenagers who want to help the environment. Match each post with one of the photos from page 44. Use dictionary to search for difficult words. The river in Kizaranja National Park in India often flood. النهر ده دايما ايه often flood. And the problem is getting worse. لو قلنا get معنى هنا become. المشكلة بتصبح ايه اسوأ. Getting worse, becoming worse because of climate change. احنا قلنا الاسباب المشاكل دي كلها اللي احنا بنواجهها ال climate change اللي هو التغيرات المناخية. Later this year I am going to help my father to save wildlife from the flood water. This can be dangerous but my father works in the park and he knows how to keep me safe. There is a lot pollution from a traffic in our city and this is very unhealthy. Trees are good for the environment and help reduce air pollution. طبعا زي ما احنا عارفين ان trees absorbs what carbon dioxide and gives us oxygen. So next week we are going to plant trees on the roof of our school and make a school roof garden. I love phones, but I know that throwing away old phones can be bad for the environment. يعني احنا نرمي التليفونات القديمة ده بيضر البيئة. I started a project in a school to recycle mobile phones. نعمل إعادة تدوير للموبايلات. From tomorrow, people are going to bring us their old phones and we are going to reuse parts from them. هنستخدم أجزاء من التليفونات القديمة دي to repair other phones. عشان نصلح تليفونات تانية. Okay. هنا طبعا زي ما احنا استخدمنا في القطعة قدامنا استخدمنا be going to for intention. النية بتاعتنا. يعني بعبر عن النية. يعني هنا I am going to help my father. يبقى انت عندك نية intend to do something يعني انت ناوي تساعد باباك تمام يبقى لما اشوف في الجمله كلمه intend او intention decide او decision plan او planned دي بستخدم معاها am is are plus going to دي معناها سوف بنستخدمها في الفيوتشر لما اقول هنا I am going to help my father يعني انا هساعد بابا النيه موجوده what are you going to do يعني انت ناوي تعمل ايه ماذا سوف تفعل He isn't going to throw away his old phones. يعني هو ما عندوش النية ان هو يرمي ايه الموبايل القديم بتاعه. How is she going to help the environment? ازاي هي هتساعد البيئة او ناوية ازاي تساعد الايه البيئة. يبقى هنا يا جماعة يبقى هنا استخدام be going to يبقى هنا عندي ثلاث حاجات لازم يكونوا موجودين في الجملة متواجدين. Verb to be اللي هو am is are going to و plus infinitive والفعل في الايه في المصدر بنعبر عن الفيوتشر. دي هنا intention النية في المستقبل. لما نقول هنا the snow is going to melt. التلج هيدوب. The snow is going to to melt. Next we have here there is going to be a drought. يعني هيبقى فيه موجود drought. هنا بتنبأ. There is going to be a drought. يعني جفاف. He isn't going to catch the bus. مش هيلحق الاتوبيس. انا برضو هنا تنبؤ. Prediction. The tree is going to fall down. يعني انت شايف الشجرة هتقع وعلى وشك اللي هي تحصل. يعني حدث على وشك اللي هو يحصل. برضو بستخدم be going to. Am is are plus going to plus a infinitive. There is going to be a storm. شايف عواصف كلام من ده هتحصل. يعني بتنبأ ان في عاصفة هتحصل. يبقى عندي دليل. في دليل موجود عندي لما اقول it's going to rain يعني الدنيا هتشتي يبقى I think it's cloudy او there is dark clouds قدامي يعني في سحب قدامي كتير يبقى انا بتنبأ مع دليل مع وجود دليل ان الشيء ده هيحصل طبعا للمعلومه الاضافيه بتاعتنا لما نقول الصفه الانسانيه الدائمه
يعني لما اقول مثلا ايه احمد از ا كليفر بوي او كليفر ستودنت يعني طالب ذكي، ده مش دليل اللي هو ايه هياخد الدرجه النهائيه في الامتحان. لما اقول احمد از احمد ويل جيت ذا فول مارك، ليه هنا قلت ويل؟ لان انا هنا ما عنديش دليل، لان الصفه الانسانيه الدائمه مش دليل، مش شرط اللي هو يبقى ذكي اللي هو يجيب درجه نهائيه. لما اقول احمد از فاست، احمد سريع، مش شرط السرعه بتاعته اللي هو يكسب في الايه في السباق، تمام؟ يبقى مش هستخدم هنا جوينج تو هنا، لان ما فيش دليل عندي، لان الصفه الانسانيه الدائمه مش دليل، فهستخدم مكان جوينج تو استخدم ايه ويل. لما اقول ذا ريفر از جوينج تو فلاد، النهر هيفيض، اهو بيفيض وشايف المياه عاليه وبتطلع على الطريق، يبقى هنا ايه بتنبأ بوجود ايه فيضان. طيب be going to for making predictions زي ما قلت دلوقتي، use be going to plus verb طبعا infinitive to make predictions about the future based on what we can see or know، تمام؟ existing evidence، احنا قلنا لازم يكون في ايه دليل يا جماعه، علشان اعمل تنبؤ لازم يكون في دليل عشان استخدم going to. لما اقول it's going to rain، الدنيا هتشتي، I can see some dark clouds زي ما قلت لك انا دلوقتي ان في dark clouds، يبقى هنا it's going to rain. طب the students are going to do very well in their exams، الطلاب هيأدوا اداء كويس في الامتحان. They always get good marks، لانهم دايما بايه بيجيبوا درجات كويس، يبقى انا عندي ايه دليل. يبقى هنا وجود دليل هيخلينا نستخدم في المستقبل be going to. طيب عدم وجود دليل استخدم ايه will. طيب الصفة الإنسانية الدائمة لا تعد إيه دليل، لما أقول أحمد is fast يبقى he will win the race، تمام؟ طيب الصفة الإنسانية المؤقتة، لو صفة إنسانية مؤقتة أنا أقول I am tired، دي مؤقتة أنا مش دائم إن أنا تعبان، يبقى تعتبر دليل، يبقى I am going to إيه to sleep. Write an email about 90 words to your best friend telling him or her what will happen if he or she comes to your house on Friday. Your name is جميلة. To from subject to my best friend، جميلة طبعا اعطيك الايميل كامل نكتبه at مثلا student.com او yahoo.com gmail.com، جميلة at gmail.com، تمام؟ زي ما هو اعطيك العنوان تكتبه. subject الموضوع بقى احنا نتكلم عن ايه، ده عبارة عن invitation to my house، دعوة المنزلي. dear friend it gives me my great pleasure to write this email to you. How are you and how is your family? I hope all of you are fine. I'd like to invite you to visit me at our house on Friday. You will meet my parents, my sisters, and our closest friends. I will celebrate my birthday on Friday. We will play computer games together. We will have a nice meal. My mother will make big, big, delicious cake, and my father will buy me colorful balloons. We will listen to music, and we will sing new songs. It will be a nice day, and your coming will please, يعني مجيئك will please all of our family. هيسعد كل عائلتي. I am looking forward to seeing you. زي ما قلنا من شوية look forward to من الـ expressions اللي بيجي بعدها verb ing. With love from جميلة. طيب write a paragraph about 90 words about plans for next holiday. يعني الخطة بتاعتنا للnext holiday أو a trip. A school trip. We are going to go on a school trip. استخدم هنا going to لأن عندي النية. تمام؟ عند الخطة بخطط to go on a school trip. We are going to راس محمد. We are going to meet at school. هنتقابل في المدرسة gate. School gate عند باب المدرسة tomorrow morning. The bus is going to leave from the school at 6:30 a.m. It's returning in 5 days time at 12:30 p.m. on Thursday. We make sure that we have suitable clothes from the swimming and diving trips to the coral reefs on Monday and Tuesday. We will also need good trainers, trainers and sun hats for the visit to the mangrove forest, the rabbit Ashgar mangrove on the Wednesday. On Wednesday, we will take part in the conservation or conservation project. هنشارك في مشروع الحفاظ على البيئة in the mangrove forest. We will help to plant new trees وهنساعد في زراعة أشجار جديدة. Okay. At the end of our lesson today, we identified some vocab about the environment
give some definitions to some vocab. Use be going to for intention and the prediction. Describe some disasters. Do some exercises. And at last, I hope you enjoyed our session today. With my best wishes, Mr. Tamer Kamalizini, Damietta, Russell Burr, Official Language School. مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني وزارة التربية والتعليم جمهورية مصر العربية.